تركيا عملت مليونية لنصرة القدس، والرئيس التركي أردوغان في مؤتمر جماهيري حاشد مليوني قال كلام أعتقد إنك مهتم إنك تسمعه. Sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. 1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin dünya beşten büyüktür diyorum, anlıyor musunuz? Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür, güç. Tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, İnanın bana, sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz. Açık konuşacağım. Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şiddetse hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir. İşte Amerika'nın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal Siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camii hala işgal altında. Ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Mين يقدر يعمل مؤتمر زي كده وسط جماهير حقيقة التهديدات بالقتل ليه والمؤامرات العربية قبل الصهيونية العربية قبل الصهيونية الخالصة بهذا الشكل العنيف وتحيط بالأمة إحاطة السوار بالمعصم؟ حد يقدر يعمل مؤتمر زي كده؟ آخر فكرني بس، آخر مؤتمر مليوني كان بهذا الشكل عمله الرجل الرئيس الشرعي الوحيد اللي جه في تاريخ مصر الذي يقبع في السجن، ربنا يفك أسره، هو وأكتر من 100,000 في مصر، هو محمد مرسي. فاكرينه؟ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس طلع واتكلم عن المليونية التركية. ومن هنا، من أرض فلسطين ومن أرض غزة العزة، أوجه لكم تحية الفخر والاعتزاز، وأنتم تخرجون بهذه المليونية تضامنا مع إخوانكم في غزة الجريحة المحاصرة، وتضامنا مع أهل فلسطين، بل وتأكيدا على رفضكم لصفقة ترامب الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدا على تمسككم بالقدس موروث هذه الأمة، ورفضكم للقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس. هذه المليونية التي تأتي تتويجا لحراك مبارك قام به الشعب التركي في الماضي والحاضر وسيستمر، وخاصة مع بداية مسيرة العودة وكسر الحصار، تنديدا بالجرائم الصهيونية. أقول لك إن بعد اللي حصل ده في 48 ساعة، الإعلام العبري، الإعلام الصهيوني، طلع قال لك بالنص جملة دي مهمة قوي، اقفل كل حاجة، اسمعها بوضوح. قال لك الآن عرفنا مين معانا ومين علينا. أعتقد بالنسبة للتصعيد الأردواني الراهن يمكن تقسيم المنطقة بأسرها إلى معسكرين رئيسيين، الأول معسكر المؤيدين لأردوغان، وعلى رأس هذا المعسكر
الحركات الإسلامية فرو حركات الإخوان المسلمين في المنطقة وفي مقدمتها حركة حماس في غزة. ثانيا هناك معسكر المعارضين لإردوغان وعلى رأسهم الدول والجهات التي تعاني من التدخلات التركية من تحريك الأجندة الإخوانية في دول عربية، على رأس هذه الدول مصر والأردن وبلا شك السلطة الفلسطينية. لا سحر ولا شعوذة، سواء طبعا أسقط السعودية الإمارات، وده شيء ضايقني جدا، ضايق بعض الخبثاء. يعني